حمزة العقربي على محمد علي الراكوبي سيف القافي حوار مع سليمان المزيني تعرف الكرة اللي وجبوا ما نتجابوا كسرها العاب يعني الخط تكفل بها تجيني بالعيد حد لسه ميدان شوف ممتاز جدا نادر الغندري كيفاش يتكل الكرة متوسط ميدان الافريقي اثبت جدارته ان يكون اساسي في تشكيلة دانييل سانشيز نادر الغفا يرفع على الكرة سليمان المهدفي مصابر خليفة يضغط على حامل اللف الشبيبة هدف ضربة جزاء زهير الدوادي عبد المومن الجابو قبل خالد التراوري يتدخل ياسين المنيري تقريبا متر و90 نادر الغندري حمزة الدستوري يرجع لي الرقم 13 21 خاوزين عند اللاعبين هذا تجاني بالعيد التمرير ممتاز جدا عبد المومن الجابو عبد المومن الجابو في المتابعة لخليل التراوري يسقط لخليل التراوري هيثم القصر هاي اللي عادة عبد المومن الجابو نحكي فيك فما بخار الجابو يتكب البخار الدويدي يطلب الكورة يا اخي كورته زوير الدويدي التوزيع تدخل من الخليل التراوري نادر الغندري في الافريكيك يجيني بالعيد يبحث على صابر خليفة ولا مدافع خليل التراوري في الربيع عبد المومن الجابو عبد المومن الجابو يرجع خليل التراوري هجوم بهجوم في هذه الفترة الثانية قرر اللي ترى كبير قرار المدرب يرفع الكرة فاروق ابو المصطفى لكايتا بانغالي فاير الزويدي يحاول يتجاوز حسام بنينة لكن موجود كايتا بانغالي في التغطية الذويدي على الرواق الايسر التوزيع من الزوير الذويدي وما توصلش الكره لصابر خليفه فما نادر الغندري تجي الخطر يعني كل محاوله تاتي بالخطر بالنسبه للشبيبه خلينا التراوري لسليمان المهدفي عبد المومن جابو اللي تجيني بالعيد كورته وما توصلش لصابر خليفه التمرير لعبد المومن جابو ثم خليل التراوري يتدخل تخرج الكره سليماجي حسام بنينه على الرواق الايمن كي يطلب الكره ترجع من كايتا بنغالي وسام في هجوم وعكس افريقيا تمرير لسيف الدين الجزيري في حوار مع كايتا بنغالي سيف الدين الجزيري المكيري يتلقى ياسين المكيري التوزيع من ياسين المكيري وتدخل من خليل التراوري المدافع تدخل ويبلع ولي شاهدنا في المباراه اليوم يعني اكثر لاعب يسقط حتى الكبير يعني ترويج الكره وانك تاخذ راحتك بسرعه بوزير لبلال العيفه Ah!
حتى ما قال لي هاو انا فوق قاعد نشوف في مراد الهندي على حافه الميدان صابر خليفه ثم تسديده اخيره قوم باخراج الكره للتماس هاو سيف القاع تسديده اخيره مراد مختار دبوس بالاطمئنان على نتيجه اللقاء امام منافس صعب وصعب شيما كمون يبحث على الحلول التمرير الى طه ياسين دفيسي بومبا ما فماش الاخطاء فما اللاعب رقم 23 بانجور ماهر الحناشي يبحث عن تمركز طه ياسين الخنيسي يدخل عليه القلعي منزلة العملية للشبيبة ماهر الحناشي كرفينيسيس يحاول بلمسها يخرج طه ياسين الخنيسي لكن بو بكر سيدا الغيني نسكس فخدين بريوس يدخل مدح الجزاء فخدين بريوس فتنزيل فرصة خطيرة للنادر الشخصي فخدين بريوس والامتياز يخرج ماني يوسف على الرياح الايمن يخرج الكورة طه ياسين الخنيسي يدخل عليه مومبا مرحلة بن يوسف فرجيني سيسي طويلة الكرة يدخل عليه مومبا نرجع من جديد سيد الدربيري إبراهيم أندون موجود الدفاع حسين بينا مراوغة جيدة من جديد الكرة يوسف يدريوس على بن دحلوس ممتاز الانطلاقة من فخر الدفاع التوزيع التوزيع ولا مدافع عليه هذا الشوط الأول لكن هيك موجود يعني بانكالي كايتا تمشي الكرة سليمة لا محشمي حوية الرياضي أسفيرسي طه ياسين الخنيسي لمسة وحيدة إلى فخر الدين بن يوسف بانكالي كايتا في المتابعة الدفاعية يتفوق بسرعة ما فماش الكرة تدور بين اللاعبين الشبيبة الخيروانية من جديد ترجع بانكالي كايتا وجدي بيجي يرجع للحارس رامي الشريدي بانكالي كمنصر التمرير ممتاز جدا لطه ياسين الخنيسي مع بانكالي كايتا يدخل يهاجم والشبيبة تدافع بكل الثاني تسديدة مبكرة سيلا هذا محمد علي وفرجيني سياسي يتم التوزيع للدخل من المدافع بانكالي كايتا مع نور كرة للنادي الاستحسي أكيد فما توصيات من الزوز مدافع على النادي الرياضي الاستحسي متمركز كيما يلزم التمرير من فرجيني سياسي أو هو فخر الدين بن يوسف يغرقون لمسة وحيدة لمحمد علي منصور كالعادة الامتياز أحمد خليل يخسر الكرة مارشال كيبيك لكن موجود بانكالي كايتا يقطع الكرة يبحث عن التمرير ما توصلش الكرة بصعوبة ياخذها فيها النادي الصفاقسي لجانب عامر الحظ حظ يعني كان كيف لجانب هجوم النادي الصفاقسي كل عوامل يرفع الكرة البحث على علي مونبال يسمح كرأس حربة الدقيقة العاشرة لا يزال التعادل أصفار بين الفريقين الحرزي مع ياسين روانية كرة أخيرة للنادي الرياضي الصفاقسي مرة أخرى بانكالي كايتا من حوار النادي الصفاقسي والشبيبة القيروان بكرة من بانكالي كايتا وأول ركنية في الفك للجناة هل يفتحها شهاب الليلي كرة من ماهر الحناشي لمسة التدخل من بانكالي كايتا كرة للشبيبة القيروانية في الفترة الثانية وفي المباراة ككل بعد هذا المعلول مسكر قدامه عليه يرفع الكرة سهلة ياخذها كايتا مرة أخرى تعاود ترجع لعلي معلول الكاليترا مرفوعة ملك بحر يتدخل جونيور عجاي معه كايتا والمخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي خل الكرة جونيور التوزيعة التدخل من كايتا المصراتي تشويق كبير برشا في نهاية المباراة وفي آخر الدقائق على الكرة الرمي الجريدي يلعب كرة طويلة نهاية الخمسة دقائق في الوقت البديل كرة من فراس في كأس رابطة الأبطال الإفريقية يعود اليوم إلى وسط الميدان الصفاقسي والدفاع ماهر الحناشي اللي بعد الكرة في الأخير تمشي مباشرة من الدفاع الحارس علي القعي مجبر باش يلعب الكرة بالرجل أمام طه ياسين الخنيسي